تعرف شغلة يا عمر، بعرفك من زمان كتير، بس هلأ ما عاد أعرفك أبدا. وحدة صغيرة جاهلة ما لها رأي وكل شوي عايشة حالة، خلتك تجرحني وخلتني أتعاطى مع هيك أشكال. فاجأتني كل هالقد عيونك معميين، ما عم صدق. أنا ما بعرف شو بدي أقول توليب. فيني أعرف شو اللي صار جوا جوري؟ عمر بيك لا تسألني عن شي، لو سمحت لا تسألني. جوري، كرمال الله لا تسألني عن أي شي. جوري، كيف يعني ما أسألك؟ أنا سمعت كل يلي قلتي جوا، لك شو الموضوع؟ ويلي سمعته جوا مظبوط. أنا عقلي تخربط شوي، بس هلأ خلص جمعت أفكاري منيح، لا تخاف. خلص راح أتزوج مجد. جوري، لا تتزوجي كرمالي. ما بتخافي الله، احكي انت ما بتخافي الله. مجد، مجد انت مشكلتك معي، فخلي حكيك معي. ما عم تفتحن بنوب. جوري شو صار لك؟ قومي جوري، فتح عيونك مشان الله. عمر بيه خالدة، بسرعة صبي الإسعاف. افتحوا الطريق لو سمحت. بسرعة بسرعة بسرعة، بسرعة. اختي جوري اصحي بقى. جوري جوري اصحي حبيبتي. شو صار لي؟ رجعت لوعي. مجد، عمر بيك، وين عمر بيك؟ وينه هلا؟ طمنيني، هو منيح؟ ايه منيح، وهو هلا بالمستشفى. انا لازم روح شوفه فورا. انت ما بتتحركي من هون. بابا لا تعصب، هلأ بيرتفع الضغط معك انت كمان. يا ريت حتى ارتاح من بلويكن. اذا واحد راح على الحبس والتاني على القبر، شو بدنا نعمل نحنا؟ انا ما نبهتك اليوم الصبح، ما بدنا مشاكل. لازم شوفه. جوري واقفي. جوري بابا بترجع روق شوي. اوف يا ربي. استني جوري، استني بلا ما تشوف التولي بعدي. انا ما بيهمني، ان شاء الله ما يكون صار له شي. بس اخي لك يا الله ما يصير له شي. ليش ليش
توليب شو صار؟ مين اللي طعنه؟ جاهدة صار عندها خبر؟ لك ايه، بس قولي لي مين اللي طعنه؟ شوفير تبعي. شوفير تبعك؟ ما تجيب سيرة لحد داني. دكتور هارون. دكتور طمني. ما في داعي تقلقوا يا جماعة، الإصابة اجت خفيفة بالأمعاء، ما صار ضرر كبير بالجسم، بس صار عنده نزف بنسبة كبيرة، قطبنا له الجرح، بعد شوي رح ندخله على الأوضة لحتى يرتاح. بدي اطمن عليه. طبعا، من هون. صحافة برا، أكيد ما بدك نصير سيرة على كل لسان عمر. أي طبعا. يلا أختي، وين عمر بيك؟ دخلوا على العمليات؟ هو جوا بالغرفة. أنتي استني جوري، وين رايحة أنتي؟ طيب أنا طالعة مشان أحكي معه. عمر بيك، حضرتك منيح؟ يا الله شو خفت عليك، الحمد لله شفتك بخير. اطمني منيح، صرت احسن. انا برا. مدام كيف صارت الحادثة؟ مين اللي اعتدى على عمر بيك؟ حضرتك بتعرفيه؟ إذا بتسمحوا لي دقيقة لجاوبكم على أسئلتكم. بداية ما في أي اعتداء بنوب، مجرد حادث بسيط صار بالمطبخ، ووضع عمر كتير ممتاز. ما حكيت عن مجد؟ خبت عنه. كيف؟ مجد هو اللي عمله؟ حتى أنه بعد كم ساعة رح يتخرج من المستشفى. طيب كيف صار الحادث يا خانو؟ أنا بتشكركم كتير على اهتمامكم. عن إذنكم. لو سمحتي يا خانو. يا خانو، لو سمحتي يا خانو. سؤال واحد. يا خانو، يا خانو. ما قلتي لهم عن مجد؟ أنا نقلعي جوري. جوري أختي، يلا خلينا نمشي.